بالنسبة للذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة حاليا موضوع العصر أو موضوع الزمن، خاصة حاليا العالم يتوجه نحو التقنيات وبالذات التقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي. أهمية الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر أنه بيسهل جميع العمليات. الذكاء الاصطناعي اليوم قادر أنه يحاكي عمل البشر، قادر أنه يختصر علينا الوقت، قادر أنه يختصر علينا الجهود. فلو بغينا نعرف الذكاء الاصطناعي بتعريف بسيط سواء للأطفال أو للشباب أو أيضا للكبار، الذكاء الاصطناعي مع كونه جديد لكن بتعريف بسيط هو قدرة الآلة أو قدرة التطبيقات، خلنا نقول، أو قدرة البرامج اليوم على أن تحاكي العقل البشري بسرعة كبيرة وأيضا بدقة عالية. فبالتالي ما كان ينجزه الإنسان في فترات طويلة ويأخذ عليه وقت وجهد كبير اليوم أصبح ما إلا فقط بضغطة زر، حتى قبل ضغطة الزر يعني مجرد أن يبتدي العملية مقدور الذكاء الاصطناعي أن يواصل هذه العمليات ويأتي بالناتج مباشرة. طيب لو نتكلم عن جانب الأمان في الذكاء الاصطناعي. طبعا لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي تقنية مثل غيره من التقنيات، فهي موجود في العالم التقني أو العالم السيبراني، وجميع ما هو موجود في العالم السيبراني فهو مهدد. أول حاجة من ناحية التقنية، من ناحية البيانات وخصوصية البيانات أيضا بهذا الجانب. أما لو تكلمنا عن الأمان، طب في شقين، شق الأمان في الاستخدام وشق الأمان أيضا في الموثوقية في استخدام هذه التقنيات. في شق الأمان أيضا كمستخدمين للأشخاص، طبعا سواء على الناشئة، نعم كل تقنية لها جانبين، كل حاجة في الحياة لها جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، جانب مشرق وجانب أيضا ممكن نقول مظلم. فإذا ما أحسننا فعلا استخدام هذه التقنية بالطريقة الصحيحة وبالضوابط الصحيحة الموجودة، سواء بتتبع التشريعات أو بالقوانين اللي هي موجودة، فنكون دائما في الجانب المشرق من هذه الجانب. بالنسبة نعم، بالنسبة لل يعني كل شخص يبدأ يستخدم هذه التقنية مثل لما ظهرت عالم الإنترنت، ومن ثم أيضا ظهر وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا محتاج تتبع ومحتاج أيضا مراعاة ومحتاج أيضا إرشاد في كيفية استخدام مثل هذه التطبيقات.